طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا المرة اللي فاتت اخدنا مع بعض قائمة فايل وقائمة هوم كلها، وخدنا شوية حاجات كده جوه الفورمات والأعمدة والصفوف وازاي نوسع ونضيق والدنيا دي كلها. طيب النهاردة اخر حاجة في قائمة هوم هناخدها هي السورت اند فلتر. والسورت اند فلتر معناها ان انا ازاي ارتب مجموعة من البيانات او الداتا اللي قدامي ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي، سواء كان بقى على حسب انها ارقام، سواء كانت نصوص او تكست اللي هي ارقام، عفوا نصوص مكتوبة يعني بالعربي او بالانجليزي، سواء كانت تواريخ من الاقدم الى الاحدث او من الاحدث الى الاقدم. طيب ده بالنسبة لي شيت اهو موجود فيه بيانات تواريخ وفي نفس الوقت بيانات مكتوبة ابجدي، سواء كانت مجرد حروف بس او كلمات كاملة، ومعايا ارقام المفروض ان هي تترتب سواء من الاعلى الى الاصغر او من الاقل الى الاعلى. طيب دلوقتي عندي مثلا لو عايز ارتب العمود اللي هو المبيعات ده، فانا بحدد الداتا اللي قدامي وباجي عند sort and filter، وعندي بيقول لي ايه sort smallest to largest او largest to smallest. طبعا انا كل اللي يهمني ان انا اللي فوق ده اول اختيار عبارة عن الترتيب التصاعدي اللي هو من الاقل الى الاعلى، طيب واللي تحت منها من اللارجست للسمولست اللي هو من الاعلى الى الايه الى الاقل. طيب انا طالع لي الكلمتين دول، تعالوا كده لو احنا خدنا تحديد للداتا اللي هي عبارة عن نصوص وجيت قلت له سورت اند فلتر، هلاقي الموضوع اختلف، بيقول لي رتب من الايه للزد او من الزد للايه. طب لو انا خدت التواريخ اهو، هلقاه بيقول لي من newest to ايه oldest و oldest to newest اللي هو من الاقدم الى الاحدث او من الاحدث الى الاقدم. طيب السؤال ده من الاخر بيجيني اعمل فيه ايه؟ بيقول لي قم بترتيب بيانات العمود كذا ويحدد لي العمود تصاعديا ويسكت او تنازليا ويسكت. يبقى انا في الحالة دي هروح احدد له العمود من راسه من فوق كده، وراح اقول له صورت ايه من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. فالموضوع كده سهل. طيب حاجة لينا احنا في حياتنا، لو طلب مني ان انا ارتب مجموعة الاعمدة والصفوف دي كلها بتاعت الجدول على بعضيه، فانا بروح اقول له sort and filter، تمام، بس المرة دي بقول له custom sort، يعني انا مش هاخد الاختيار من الاتنين دول، لا ده انا هقول له custom sort، فيروح فاتح لي الايه الاوبشن اللي قدامي ده، فانا بروح اقول له sort by. طبعا هو هنا عندي ترتيبين في الاوبشن من هنا، دي كلمة اوبشن دي لما بفتحها بيقول لي هو انت عاوز تعمل ترتيب بناء على توب للبوتوم اللي هي الاعمدة، ولا من الليفت للرايت اللي هو الصفوف. فانا هقول له لو انا عاوز على الاعمدة اقول له كده واقول له اوكي، فيبدأ هنا يختار لي هو انت عاوز العمود A ولا B ولا C ولا D. انا عندي اربع اعمدة اهو، فبتختار بناء على نوع العمود. وبعد كده بيقول لك ايه، طبعا العمود A فيه تواريخ، فهتلاقي بيقول لك من الاولدست تل نيوز. طيب لو انا خدت B هتلاقيه عبارة عن الA للزد لانها حروف، ونفس القصة لو كان سي لانه برضو حروف، لكن تعالى لو خدنا اخر واحد اللي هو الدي لانه ارقام هيقول لك السمولست تو لارجست والعكس. طبعا بتفتح السهم عشان تختار منه ايه تصاعدي او تنازلي، وتختار منه وتقول له ايه اوكي. طيب انا كده رتبت الترتيب التصاعدي او التنازلي على حسب ما انا عاوز، مش مطلوب مني في الامتحان اكتر من ان انا احدد العمود او مجموعة البيانات اللي طالبها مني، وراح اقول له ايه رتب تصاعدي او رتب تنازلي، بس هو ده اللي مطلوب مني في الامتحان بتاع الاي سي دي ال. طيب بعد كده هندخل على قائمة انسر، لو حد ما عندوش استفسار هننقل على الجزئية اللي بعد كده. الانسر موجود فيها ايه؟ والله موجود فيها حاجات زي اللي كنا واخدينها في الوورد. زي ايه؟ اول حاجة التيبل، البيفت تيبل، الجداول المحورية والتيبل والريكومندد بيفت تيبل، كل الكلام ده احنا مش علينا في الاي سي دي ال ومش هنتطرق ليه، اللي عايزه هنبقى نشرحه بره الكورس ان شاء الله، لان دي حاجات ادفانس. طيب اللي بتعامل معاه هنا مين؟ بيكتشر. لو طلب مني ان انا ادرج صورة عادي بتروح على البيكتشر وبتشوف انت عاوز تاخدها من على الجهاز ولا من اونلاين، وبتبدأ تجيبها زي ما كان في الوورد، عشان كده مش هنقف قصادها كتير. طب السمارت ارت دي ان شاء الله هي والشيب لينا شغل معاها في الباوربوينت، مش هنتكلم فيها دلوقتي. طيب المهم بقى بالنسبة لي هنا في الايه في الاكسل واللي عليه كم ليس بالقليل في الاسئلة،
هو التشارتس او الرسم البيان، ونركز مع بعض فيه جدا عشان دي جزئية مهمة. انا دلوقتي بعمل رسم بياني ليه؟ والله موضوع الرسم البياني ده مهم في العمليات الاحصائية. طب انا هيعنيني ايه في الاي سي دي ال؟ ما هو انت دلوقتي لما بيعلمك الاي سي دي ال وبيديك فيه اكسل لازم تفهم ان مرتبط بموضوع الاحصاء، فبالتالي لازم تفهم ان انت لو عندك جدول فيه مجموعة من البيانات ازاي تحولها لرسم بياني. والرسم البياني زي بالظبط ما كنا بناخده واحنا صغيرين في ابتدائي في الكراسة البرتقاني، ارسم رسمة عبارة عن محور سينات ومحور صداء، الا ان احنا هنا طبعا لان احنا متطورين في البرنامج شوية مديني بقى رسومات واشكال والوان، وازاي اعدل في الشكل والرسمة، وازاي اضيف بيانات، وازاي اعدل بيانات. فتعالوا مع بعض نشوف ازاي نبدأ نعمل رسم بياني. طبعا واحنا في الوورد او الباوربوينت لما بنيجي نعمل رسم بياني هو تلقائي بيروح فاتح لي ايه؟ بيروح فاتح لي ملف اكسل. لا احنا في الاكسل فمش هيفتح معايا اكسل تاني، فهو احنا شغلنا هيبقى على الاكسل. وبالتالي اول خطوة عشان انشئ جدول او عفوا رسم بياني، اول حاجة لازم تيجي كده تحدد الداتا بتاعتك. فبحدد الجدول من بداية العمود بتاعي او رؤوس الاعمدة الى نهايته. فانا عندي دلوقتي حددت من الخلية A1 للخلية D14، انا حددت الجدول بتاعي كده. وبالمناسبة لو طلب مني ان انا اشتغل شغل وعايز احدد انت بتقف في اول خلية لما الزائد تبقى بيضة كده وتسحب للشمال وتنزل للاخر، فبتبدأ تحدد الرينج او المدى اللي انت عاوز تشتغل عليه. حددنا يا عم المدى اللي هنشتغل عليه، شايفين قدامي هنا دي كلها اشكال من الرسوم البيانية. فانا مش هتعبك ولا اقعد اقول لك اصلا انا مش عارف دي مين ودي مين، لا خش هنا كده في السهم اللي جنب تشارت، تمام؟ هتبص تلقى عندك حاجة اسمها all charts، تبويب اسمه all charts. all charts او كل الرسوم دي موجود فيها ايه؟ قال لي موجود فيها اول حاجة الكولوم او الاعمدة، بعد كده اللاين، الباي اللي هي الدوائر، البار الاعمدة المايلة، الاريا، وهكذا. كل دي مجموعة من اشكال الرسوم البيانية. طب السؤال بيجيني في الحتة دي ازاي؟ بصوا بقى، انا قلت all charts ولقيت هنا كولوم. بصوا كده على كل نوعية، وقف بس بالماوس من غير ما تضغط هتلاقي بيظهر لك كلمة clustered column، اللي من بعديها staked column، اللي بعديها 100% staked column، ها 3D staked، وهكذا. اذا كل واحدة هختارها موجود فيها الاسم بتاعها عليها، لانه بيجي يقول لي ايه؟ قم بانشاء رسم بياني من نوع، ويروح مديني اسم النوع بتاعي اللي انا عايزه، ويروح قايل لك بعد منها كلمة column او لاين. يبقى دي معناها ايه؟ ستيك دي لاين. طيب دي مثلا معناها ايه؟ ها 100% مثلا ستيك دي بار. يبقى اذا لما يطلب مني يبقى انا اكون فاهم ان انا هختار الفئه واختار الفئه الفرعيه منها. طيب اخترنا الفئه والفئه الفرعيه وهنقول له ايه؟ اوكي اهو. فبيبدا يظهر معايا الرسم البياني بالشكل اللي انتم شايفينه ده، كلمه المبيعات مثلا، لان انا طبعا الشيت اسمه مبيعات فبينزل اسمه على الرسم البياني. طيب انا كده اتعلمت ازاي انشئ الرسم البياني. نعيد الخطوه دي تاني على السريع. هنعمل اول ديليت للرسم اللي قدامنا دي من ايه؟ ديليت من الكيبورد. حددنا المدى ورحنا على قائمه انسر وفتحنا التشارتس وخدنا اول التشارتس، خدنا منها المره دي باي الباي، وحددنا نوعيه زي دي او دي، اي نوع هتحدده مفيش مشاكل وهتقول له اوكي اهو. كده احنا عملنا الرسم البياني. طيب يبقى اول سؤال، قم بانشاء الرسم البياني مستخدما البيانات في المدى من A1 الى D14 مثلا. المدى ده بيتغير في الامتحان، هو حر، والرسم البياني يكون بنوعية كذا، تمام. يبقى دي اول نقطة او اول سؤال ممكن يجيني. السؤال الثاني، جايب لك رسم بياني اوريدي موجود، تمام، وعايزني احركه من مكانه. اظن مفيش اسهل من كده. هو كل القصة اللي بتيجي معاه ايه؟ قم بتحريك الرسم البياني الذي امامك، تمام، بحيث بدايته تكون في الخلية مثلا N1. هو فين العمود N؟ اهو مثلا انا بقول مثلا لان مش لازم هي نفس الخلية، ده هو بس انا بفهمك ازاي تحرك الرسم البياني بحيث انه ياخد راسه الحتة اللي في الشمال مثلا او اللي في اليمين تكون في الخلية كذا. فانا بروح شايل الرسم البياني كده بالظبط كأني شايل صورة ولا حاجة اهو، واروح جاي موقفها بالشكل ده
فهي بقى بدايتها مثلا الاعلى اليمين موجود في الخلية N1، او اعلى اليسار موجود مثلا في الخلية G1. يبقى انا كده ده تاني سؤال ممكن يطلب مني ان انا اشيل الرسم البياني واحطه في اي مكان. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث خاص بقى بالتنسيق. تنسيق يعني ايه؟ اصل ده رسم بياني، فممكن يجي يقول لي مش عاجبني الشكل، غير لي الشكل ده، بدل ما هو باي لا خليه لي اعمدة، بدل ما هو اعمدة خليها لي باي. تمام. طيب انا عندي هنا، انا هقف بره رسم البيان اهو، بالنسبه لي القوائم عباره عن ايه؟ فايل، هوم، انسرت، اخرها مين؟ هيل. طب لو انا واقف في الرسم البياني، المعلومه اللي دايما باكد عليها، اي حاجه هعمل ليها ادراج لازم يطلع عليها شريط ادوات بينسقها. فانا عندي هنا للشارت تولز هلاقيها مقسومه نصين، نص اسمه الديزاين ونص اسمه فورمات. يعني انا عندي تبويبين كده موجودين جوه تبويب ثالث اكبر اسمه تشارت تولز او ادوات الرسم البياني. طيب اللي تشارت ديزاين دي هنلاقي فيها ايه؟ قال لي اول حاجه اضف تخطيط، وهنعرف التخطيط ده ايه اللي مطلوب مني، هو ايه التخطيط بتاع الرسم البياني. قال لي تخطيط الرسم البياني اسم الخريطه، الاجزاء اللي موجوده عليها دي بيسموها مفتاح الخريطه، الكلام الشريط اللي قدامي ده، وفي شويه حاجات تانية ممكن نضيفها. طب تعالوا نتعرف على ممكن يطلب مني ايه كده. فهقول له انا عندي حاجه اسمها تشارت اليمنتس، او قم باضافه العناصر. اول حاجه اللي تشارت تايتل، التشارت تايتل ممكن يجي لك كده ايه، مفيش عنوان للخريطه، الخريطه هي شباب مش عليها عنوان، اهي واقفه قدام الخريطه. وتعال نكبرها عادي كده، نكبر حجمها كده بايدينا عشان نشوفها اهو. الخريطه بالنسبه لي ما فيهاش عنوان، طب هو عاوز يضيف عنوان، فهتروح تقول له من الشارت تولز الشارت ديزاين اد اليمنتس اهو، وتشارت تايتل هتلاقيه بيقول لك هي بتبقى نون، فبيديك نوعين، او عفوا بوزيشن، اتنين بوزيشن او موضعين للايه، للعنوان. عايز اضاف تشارت اللي هو فوق الرسم البياني، ولا سنتر على الرسمه نفسها. تمام. فبتيجي تختار، فبيجي يقول لك ايه تشارت تايتل اضاف مثلا، وهتلاقي مثلا كلمه مبيعات دي هيبقى يقول لك ايه اد تايتل، فتروح انت شايل الكلام ده وكاتب انت الكلام اللي هو مطلوب منك. مثلا المبيعات اهو انت بتكتبها بايديك عادي خالص، مش لازم اكتبها بالانجليزي، على حسب ما بيطلب مني الايه، الاسم اللي بيطلبه. طيب يبقى دي اول حاجه لو طلب مني ان انا اضيف عنوان خريطه. طيب داتا ليبل، ايه الداتا ليبل دي؟ الداتا ليبل ان انا كل جزء من البيانات اللي موجوده في الرسمه دي عليها درجه او رقم، فبيقول لي ايه اظهرها. تظهرها ازاي؟ وضع الاظهار ده شكله ايه؟ فادي اوضاع الاظهار بتاع الداتا اللي ممكن تظهر على مين؟ على الرسم البياني. ولو مش عاوز هتقول له نن. تمام. يبقى دي تاني حاجه الداتا ليبل اللي هي عناوين الاعمده. طيب ممكن يطلب مني ايه تاني؟ الاد اليمنت، هنبص الاقي بيقول لك ليجند. ليجند دي اللي هي مين؟ مفتاح الخريطه. مفتاح الخريطه يعني ايه؟ يعني اللون الاحمر ده بيشير لكذا، اللون الاخضر ده بيشير لكذا. تمام. اللي احنا لو قلنا اخترنا ليفت مثلا خليناه في الجنب الشمال. طيب اد اليمنتس خليها ليجند، خليها المره دي رايت، هتحطها في الجنب الايه، اليمين، وهكذا. يبقى فهمنا ان الموضوع ده اسمه عنوان الخريطه ليجند. يبقى اي حاجه هيطلب ان انا اضيفها على الخريطه، يبقى كل اللي عليا ان انا بروح اقول له ادي تشارت، وافتح السهم واختار الموضع اللي طالبه مني احط فيه الحاجه اللي هو عاوزها. والموضوع ده ما يقلقكوش خالص، لان انتوا مش المفروض تتعلموا ترجمه، انت هتمتحن عربي، فالكلام هتلاقيه اي اداه جايبها لك جايب لك الكلمه باللغه العربيه ومترجمه بالانجليزيه جنب منها. تمام. طيب بعد كده هيطلب مني ايه؟ لو طلب مني اغير النوع بتاع الخريطه، ايه نوع الخريطه ده؟ اه يعني هي بدل ما هي باي عايزه اخليها بار، او اخليها كولوم. ففي الحاله دي برضو من التشارت ديزاين هروح اقول له تشينج تايب، وهنا هروح اختار مين، هتلاقوا الشكل زي بالظبط اول تشارت زي ما كنا بندرج. فانت كل اللي عليك انك هتروح مثلا المره دي تختار الكولوم، وتختار نوع برضو، لانه برضو بيجي يحدد نوع الكولوم 3 دي مثلا كده، كولوم اعمده ثلاثيه الابعاد، وتقول له اوكي. فكده هيبدأ يغير لك
الشكل الرسمي البياني للشكل اللي انت اخترته. يبقى اول حاجة في الشارت ديزاين مطلوب مني اعرف ازاي اضيف عناصر وازاي اغير مين الشارت تايب. يعني مش مطلوب مني حاجة تاني؟ لا مش مطلوب مني حاجة تاني. طب ايه بقية الايقونات اللي موجودة قدامي؟ ربما يكون في سؤال زاد ولا سؤال نقص. لو عايز تبدل الداتا بتاعت الاعمدة والصفوف فبتضغط هنا بس. طب سلكت داتا، لو طلب مني اعمل اختيار لاي داتا فبيبدأ يقول لك هو انت عاوز تختار ايه في الداتا، مثلا حاجة زي دي، ويقول لك اوكي، فهتلاقي العمود بتاعها متحدد. فكل الكلام ده مش هيعنيني في حاجة، انا كل اللي يهمني واللي بيجيني في امتحان الاي سي دي في الشارت ديزاين انك تضيف عناصر، وعرفنا ايه العناصر اللي نضيفها، سواء كان عنوان الخريطة، مفتاح الخريطة، او الداتا ليبل اللي هي العناوين اللي عليها. طيب التشارت تايب عرفناها ان احنا بنغير نوع الرسم البياني. طب ما تيجي نشوف الفورمات بقى. الفورمات ده بيتعامل مع الخريطة دي كل حاجة فيها كأن هي رسمة وكلام مكتوب، رسمة وكلام مكتوب. يعني ايه رسمة وكلام مكتوب؟ يعني انا دلوقتي عاوز اغير لون الخلفية دي، فبروح احددها وبروح مثلا لو هو طلب مني، خلي بالكوا هنا في الفورمات في عندي حاجة اسمها ايه، سهم كده جنب مني، تمام؟ السهم ده بختار منه الوضع بتاعي اهو، اي وضع انت او اي جزئية انت، مثلا للشارت اريا. فالشارت اريا بالنسبة لي اهو اخترتها. انضم الينا صديق جديد، نستوب فيديو بتاعه ونكمل. طيب فانا بالنسبة لي الرسم البياني كل جزئية اقدر اتحكم في الالوان بتاعتها زي ما احنا شايفين كده في السلكت او التحديد. فانا مش عارف لو قال لي مثلا قم بتغيير منطقة الخريطة او تغيير لون منطقة الخريطة للون من اختيارك، فانا مش عارف فين منطقة الخريطة دي. فانا هنا هتلاقي تشارت اريا، اي كلمة زي ما قلت لكم هيطلبها مني هتلاقيه بيجيب لك الكلمة باللغة العربية وترجمتها اللي هي الأداة اللي موجودة في البرنامج بالإيه؟ بالإنجليزي. فهتبدأ تفتح كده وتختار مثلا الفلور أهو، فببدأ يحدد لي هو تحديد أهو، وببدأ أنا جينا أقول له إيه؟ اختار الشكل اللي أنت عايزه كده من ذوقك أهو. طيب تعالى نختار المكان ده ونختار دي. طب تعالى نختار المكان اللي بره ونختار مثلا موف أون، وهكذا. اذا كل جزئية تقدر تتعامل معاها في الفورمات. طب الداتا اللي مكتوبة قدامي دي قال لي ممكن تغيرها برضو من الوورد ستايل. يبقى انا الرسم البياني بالنسبة لي في الفورمات بيتعامل على انه جزئين، جزء كلام مكتوب وبتتعامل من الوورد ستايل بالشكل ده اهو، تغير الكلام بالشكل اللي يعجبك من الاشكال اللي قدامك دي، و عبارة عن شيب او اشكال بتغيرها من الشيب فيل او الشيب اوت لاين، او انك تختار شكل من الاشكال التلقائية بالشكل ده. انا كده خلصت الرسم البياني بالاسئلة اللي موجودة عليها في الايه، في الامتحان بتاع الاي سي دي ال، اللي هي عبارة عن ايه، ارسم رسم بياني مستخدما للبيانات، قم بتحريك الرسم البياني فبتشيله وتحطه في المكان اللي طلبه منك، قم باضافة عنوان للخريطة تحت اسم كذا فبتختار اد تايتل وبتبدا تغير الكلمه اللي طالبها منك. طيب بيطلب مني ان انا اغير الفورمات بتاع الالوان. طيب ممكن يطلب مني ان انا اغير نوع الرسم البياني. اذا الرسم البياني عليه كم من الاسئله ليس بقليل، تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الرسم البياني، نشوف انسرت موجود فيها ايه معانا تاني ممكن نحتاج له في الاكسل. عندي هنا هيدر اند فوتر. الهيدر والفوتر احنا خدناهم في الوورد وعرفنا شكلهم بيجي ازاي. طب لو طلب مني ان انا ادرج هيدر وفوتر في الاكسل وفي نسخة 2016، عشان بس بتختلف في الايه، في النسخ القديمة شوية. لو انا قلت له انسرت هيدر اند فوتر، هتبص تلاقي جاب لك الصفحة بالشكل ده، تمام؟ فانت هنا هتتلخبط. هو طبعا زي ما انت شايف كده اد هيدر موجودة قدامك اهي، فمقسم لك السيشن بالشكل ده. عايزاكم بس تاخدوا بالكم من حاجة، اللي عندي حاجة كنت خدناها اسمها انماط العرض، بياخدها من قائمة فيو، تمام؟ قائمة
او انماط العرض اللي كنا بناخدها من قائمة فيو، تمام، كان عندي هناك في الوورد نورمال برضو، وريد ان ريد اونلي اللي هو وضع القراءة فقط والكلام ده. انا عندي هنا برضو في قائمة فيو هناخد حاجة اسمها الفيو مود او انماط العرض، النورمال اللي احنا الوضع العادي اللي الشيت اللي بنكتب فيه والوضع متواصل. البيج بريك بريفيو، تمام، اللي هو بياخد بس نطاق الداتا اللي انت كتبتها في الشيت والباقي بيبقى مصمت بالشكل اللي انت شايفه ده. البيج لي اوت، مخطط الورقة، بيبقى بالشكل اللي احنا المفروض نضيف فيه هيدر اند فوتر. لذلك عشان ما تتلخبطوش، لو انا قلت له هذا الوضع النورمال بتاعنا اللي احنا كنا فيه، لو انا جيت قلت له انسرت وهيدر اند فوتر، هتبص تلقاه راح مغير النمط بتاع العرض من النورمال للي اوت، وبيبدا يديك بالشكل ده اد هيدر، وبيبقى عندك يمين وشمال وايه وفي المنتصف. طيب ولو نزلنا على الفوتر، نزلنا بالشاشه شويه كده، هنلاقي عندي الفوتر تحت كده. طبعا هو الوضع ده مختلف شويه، تعالوا في الفيو كده نرجعها تاني. طيب مش واضحه معايا هنا، فانا بريح دماغي بقى، ودي الجزئيه اللي انا عايزه اقولها لكم، ان انا بريح دماغي وما باجي اضيف حاجه للهيدر والفوتر. يفضل عشان ما تلخبطش نفسك، انا عندي الهيدر اهو، لو قال لك قم باضافه كلمه كذا الى يمين راس الصفحه، او الى يسار رأس الصفحة، او الى وسط رأس الصفحة، او الفوتر اللي هو التزييق، تمام. فانا بريح دماغي وما باخدش الهيدر والفوتر من مين؟ من هنا. امال بناخدها منين؟ ادي وضع النورمال بتاعنا في فيو، نورمال اهو، وباخد الهيدر والفوتر يا شباب مش من قائمة انسرت، وباكد تاني مش من قائمة انسرت. بخش على البيج لي اوت، تمام، وبفتح السهم اللي اسمه بيج سيت اب ده، في سهم في الجنب هنا اهو، انا بفتحه بالشكل ده، وهلاقي عندي التبويبات بيج ومارجن وهيدر اند فوتر. يعني لو قال لي قم باضافه كذا الى راس الصفحه، او قم باضافه كذا الى تزييل الصفحه، بدخل على قائمه مين؟ بيج لي اوت، وباخد منها البيج سيت اب، وبفتح منها الهيدر اند فوتر. طيب فتحنا الهيدر اند فوتر، بناخد منها ايه؟ قال لي عندي كاستم هيدر وكاستم فوتر. تعالوا نفتح مثلا الهيدر اللي هو الرأس، طبعا اللي هنضيفه في الهيدر هو هو زي اللي ما نقدر ان احنا نضيفه في الفوتر، لكن اللي بيفرق معايا ان هو اللي بيطلب مني في الامتحان قم بإضافة كذا الى رأس الصفحة او كذا الى تسجيل الصفحة. طيب فتحنا رأس الصفحة او تسجيل الصفحة، لقينا قدامنا ايه؟ اول حاجة رايت سيكشن وليفت سيكشن وسنتر سيكشن، يعني يمين وشمال وفي المنتصف. عاوز تضيف ايه بقى؟ اول حاجه حرف الايه ده معناها انك لو كتبت كلام وليكن المبيعات، كتبناها في نص الصفحه اهو، تمام، هتفتح الايه عشان تعمل تنسيق للكلام، مثلا بولد ايتاليك، نوع الخط عايزه مش عارف ايه، حجمه مثلا 16 14، وتيجي تقول له اوكي. يبقى انا هنا بروح جاي محدد وقلت له الايه، واروح احدد الشغل اللي انا عايزه على الخط وليكن اندلسي، واجي اقول له اوكي اهو، بيبدا يعمل تعديل الفورمات للخط. طيب تعالوا نقف في الرايت سيكشن ونفتح هنا، هو هنا ايه؟ بيج نمبر، يعني ترقيم الصفحه. طيب نمبر اوف بيجز، يعني انا مثلا لو الشيت بتاعي ده 10 صفحات، فهو هيكتب الصفحه دي رقم 1 او 2 او 5 من توتال اجمالي 10 صفحات. فببدا اقول له مثلا ادي انسرت بيج نمبر، واخد مسافه كده واعمل له شرطه من عندي واقول له ايه؟ نمبر اوف بيجز. طب هو في الامتحان هيطلب ايه؟ اللي يطلبه بقى، يطلب منك رقم الصفحه، ارقام الصفحات الاجماليه، هو حر. طب تعالوا في الليفت سيكشن ونختار المره دي ايه دي؟ قال لي الديت، التاريخ بتاع النهارده اهو، مجرد انك بتضغط على ايكون. طيب التايم، الوقت. طيب فايل باس اللي هو مسار الملف، هو الملف ده متشال فين؟ خلاص. طيب طيب بعد كده ده مين؟ ده اسم الملف نفسه او اسم الشيت، ممكن تضيف اسم الشيت، فهنا هنقول اوكي. الناس اللي عايزه نعيد تاني، انا دلوقتي عاوز اضيف هيدر اند فوتر، فعندي حاجه من اتنين اقدر اعملها، يا اما من قائمه انسرت
وراح اقول له هيدر اند فوتر، والطريقه دي بتلخبط الناس، مع انها ادي الهيدر والهيدر مثلا اهو. فانا عايز مثلا اضيف رقم الصفحه، عايز اضيف ارقام الصفحات، عايز اضيف الديت، التايم، المسار، الفايل نيم، الشيت نيم، لو عايز اضيف صوره، كل الحاجات دي انا اقدر اضيفها فين؟ في الهيدر بتاع الصفحه بتاعتي. طب جو تو فوتر اهو، وصلنا للفوتر، برضو هتلاقيها متقسمه سيشنات ثلاثه بالشكل ده. بس انا بقول ان الطريقه دي بتلخبط الناس، في طريقه تانية اسهل. فانا هطلع للوضع النورمال العادي اهو، وانا في الوضع النورمال هروح اقول له هات لي البيج لي اوت، مش قائمه انسى، بيج لي اوت اللي هي التبويب اللي بعديها، وبروح افتح البيج سيت اب من السهم اللي في الجنب، وبقول له في التبويب الثالث هيدر اند فوتر، عندي هنا كاستم هيدر وعندي جنب منها كاستم فوتر. ايه الحاجات اللي بنعرف نضيفها او عاوزين نضيفها؟ نفس الحاجات اللي كنا لسه قايلينها من شويه. ايه هي؟ نمبر بيج، نمبر، نمبر اوف بيجز، الوقت والتاريخ، ومسار الملف، يعني الملف ده متشال فين، ملف عديه مثلا على الاي بيقول لك المكان بتاعه فين، اسم الملف ايه، الشيت بتاعك اسمه ايه، الشيت نيم اللي هو الشيت اللي تحت ده السورتنج ريكورد ده، تمام. يبقى انا عندي اسم الملف نفسه واسم مين، الشيت، تمام. احنا اتفقنا ان من بره الملف كله اسمه دفتر عمل، والشيتات اللي موجودة عندي اسمها ورقة عمل. طب لو عايز اضيف صورة insert picture، برضه هتضغط عليها وتجيبها من على الجهاز بتاعك او اونلاين وتبدأ تدرجها. يبقى كده الهيدر والفوتر اقدر اجيبه يا اما من قائمة بيج لي اوت وافتح البيج سيت اب، فهيفتح لي صفحة البيج سيت اب هاخد منها الهيدر اند فوتر، يا اما بتجيبها من قائمة insert، والطريقه اللي تعجبك وشايف نفسك هتجيب كويس فيها انت حر. يبقى انا جبت لك الطريقه دي وجبت لك الطريقه دي، تمام كده. طيب احنا كده انسرت خلصناها، ما فيهاش غير الشارتس والهيدر اند فوتر، اي حاجه تانية مش في تخصصنا في الاي سي دي ال، اللي عايزها دي حاجات في الادفانسد بقى. طيب بعد كده البيج لي اوت، اعدادات الصفحه للطباعه، احنا خدنا منها دلوقتي الهيدر والفوتر. طيب ايه تاني بقى بناخده في اعدادات الصفحة للطباعة؟ قال لي اول حاجة المارجن. ايه المارجن دي؟ الهوامش، هوامش الصفحة. طب وانا اعرف اصلا ده الشيت مش عارفة يجي مليون وشوية صف وطلع 500 ألف بتاع ده عمود، طب انا افهم انا الليلة دي منين؟ انت مالكش دعوة، انت بتتعامل مع الصفحة يا سيدي. شايفين الفواصل اللي ظاهرة قدامي دي؟ لو مش ظاهرة قدامكم قول له كنترول بي واطلع من وضع الطباعة وارجع للشيت تاني، هتلاقي ان عندك النقاط اللي ظاهرة دي بتقول لك ان ادي صفحة، ادي اتنين، ادي تلاتة، ولو نزلت بالسكرول لتحت وفضلت تنزل كده هتبص تلقى عندك الفواصل بتاعة الصفحات اهي، عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وطول ما انت ماشي بالسكرول هتلاقي الصفحات الفواصل بتاعتها واضحة بالنسبة لك كده. طيب انا برضو عاوز اتعلم ازاي اعمل الصفحات بتاعتي، هتروح على المارجن الهوامش بتاعتك، لو انت رحت قلت كنترول بي هتلاقي بالنسبة لك في اماكن فاضية اهي، دي بالنسبة لي المارجن اللي هي الهوامش فوق وتحت. طيب هروح اقول له هات لي البيج سيت اب، البيج سيت اب فيها ايه؟ طبعا انا اقدر اعمل بعض الاعدادات من بره بالشكل ده، ان انا عندي المارجن والاورينتيشن والبيبر سايز، دول زي ما كانوا في الورد بالظبط. الهوامش اللي هي المسافات اللي فوق وتحت ويمين وشمال عايزها بمقدار سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي زي ما يطلب. طب الاورينتيشن اللي هو الورقه عايزها بالطول ولا بالعرض؟ طب السايز اللي هو نوع الورقه اللي هنطبع عليها عشان تتناسب مع مين؟ مع مكنة الطباعة اللي بنطبع عليها. طيب البرنت اريا ما تخصنيش، البريك ما تخصنيش، الباك جراوند ما تخصنيش، يبقى الثلاث ايقونات دول مش بشتغل عليهم في حاجة. طيب برنت تايتل هنفهمها كمان شوية. تعالوا بقى نفتح من هنا السهم عشان ناخد بيجز من بيج سيت اب، وناخد اول حاجة اورينتيشن اللي هو اتجاه الصفحة، بورتريت بالطول واللاندسكيب بالعرض. طيب البيبر سايز
حجم الورقة للطباعة، بتفتح السهم اهو وتلقى فيه 3 و5 ومش عارف ايه انواع الورق، وادي السكرول اللي فيها بقية انواع الورق اللي ممكن تطبع عليه. طيب المارجن، الهوامش توب وبوتوم وليفت ورايت. طب ايه هيدر وفوتر دي؟ ما الهيدر ده مش واخد جزء من التسجيل، والهيدر واخد جزء من التوب، والفوتر واخد جزء من تحت من الاسفل. فبالتالي لو انت عندك التوب 1 سنتي، انت هتشوف الهيدر ده ممكن يبقى نص مثلا. انت عاوز تزود التوب، تمام، تقدر تزود على اساسه الهيدر، فبراحتك انت. لكن انا كل اللي بيديني في الامتحان قم بضبط الهوامش العلوية والسفلية او الايمن والايسر، بيحدد وبمقدار 1 2 3 سنتي زي ما يطلب مني. خلاص. طيب نرجع للبيج عشان فيها حاجة مهمة اسمها ضبط الصفحة او ضبط حجم الصفحة، بحيث ان انت تكون صفحة يمين الى صفحة شمال او صفحتين يمين الى صفحتين شمال. بس هنا مش بيجي يمين وشمال بقى، بيجي يطلب منك ايه؟ قم بضبط ورقة الطباعة، تمام، بحيث تتناسب 2 صفحة بالطول الى 2 صفحة بالعرض. فعندك هنا حاجة اسمها فيت تو. ايه فيت تو دي؟ مناسبة المحتوى، مناسبة المحتوى بتاع الصفحات. يعني انت وانت بتيجي تطبع كده، تمام، كنترول بي، انا عندي الصفحة اهي، هو عد دي صفحة ودي اللي جنبها صفحة. لو احنا في وضع، بس عشان احنا غيرنا الاورينتيشن بس قبل ما نتلخبط اهو، خلينا في البورتريت، تمام، ورحت قلت له كنترول بي. كنترول بي هو حسب الصفحة بتاعتي 1 بيج وحط لي الايه الكلام جواها. تعالوا كده لو احنا كبرنا الكلام شوية وجينا مثلا كتبنا هنا اي حاجة، ورحت قلت له كنترول بي، برضو واخد في حيز الصفحة، في حيز الصفحة كبير قوي يعني. عشان غيرنا الهواية، مش صحيح. هو ايه اللي بيحصل؟ ثواني هقفل يا شباب الاوفيس وافتحه تاني، لان واضح انه في حاجة حصلت فيه. ده شيت من الشيتات اللي كنا شغالين عليها امبارح، كنترول بي، دول صفحتين اهم مثلا. ماشي. هو دلوقتي خد، لو انا رجعت للشيت بتاعي هلقاه واخد الصفحه اللي على الشمال وبعد كده الصفحه اللي على اليمين، يبقى هو كده ماشي في الطباعه في الترتيب 1 2 3 شمال، بيبدا من الشمال ويمشي افقي 1 2 3. طيب اوقات ممكن نخليه يمشي ايه لتحت. طيب التغيير في اتجاه الصفحات او انه يعد كام صفحه يطبعوا، الموضوع ده بنتحكم فيه من قائمه بيج لي اوت، تمام، ومن نفتح السهم بتاعنا كده ونيجي هنا نقول له ايه، قم بضبط الحجم الطبيعي ولا تزود، وتيجي هنا في الفيت 2 عايز صفحه بالطول ولا كام صفحه بالعرض. فانت دي براحتك، وتيجي تقول له اوكي، معناها ان هو هيعمل ايه، طباعة 4 صفحات بالعرض الى 4 صفحات بالطول، يعني رأسي وافقي، لان الشيت زي ما احنا عارفين ممكن يوصل ل 200 300 الف صفحة، ما احناش عارفين هو ماشي بانهي معيارية، لان على حسب الداتا اللي انت حاططها. فبيبدأ يشوف هو هيطبع ازاي، من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، هيمشي افقي وبعد كده ينزل رأسي ولا يمشي رأسي ويرجع افقي. فاللخبطة دي كلها هيجي يقول لك قم بضبط السؤال كده. يعني احنا في الوضع الطبيعي يا شباب عشان تبقوا واخدين بالكم، احنا بنخليها عندي ايقونه هي اسمها سكيل تو فيت، موجوده في البيج لي اوت جنب بيج سيت اب، الجروب اللي بعدها سكيل ايه تو فيت، هتلاقوا فيه كلمه الويدث والهايت اوتوماتيك الى اوتوماتيك. احنا في وضع الطبيعي بتاعنا في شغلنا على الاكسل بنخليها اوتوماتيك. ليه؟ بتخلي الشيت يمشي زي ما انت شغال فيه طبيعي نورمال، هو بقى بيحسبها مع نفسه، واحدة عطول واحدة عرض ما بتفرقش. امال امتى؟ انا بس في الاي سي دي اللي بيجي يطلب مني السؤال ده عشان يشوفني انا فاهم مناسبة محتوى الصفحات ولا لا.
فبفتح بالنسبه لي يا اما من هنا الهايت والويدث اللي هو الارتفاع والعرض، يعني الهايت بالنسبه لي هو الطول والويدث بالنسبه لي هو الوايد. تمام، تقدر تزودها من هنا كده تخليها 4 مثلا صفحات الى مثلا 3 او صفحتين زي ما يطلب منك براحتك. وهنا تقدر تغيرها لو قلت من هنا كده، هو طبعا هو زي ما انت حددت 4 الى 2، انت تقدر تزود برضو من هنا وتقدر تزود او تنقص من هنا براحتك وتقول له اوكي، فبتظبط معاها نفس الطريقة من بره. يعني لو طلب منك من الاخر تغير مناسبة المحتوى بتاع الصفحات كم صفحة بالطول الى كم صفحة بالعرض، تقدر تدخل جوه من هنا وتجاوبها. تمام، وتقدر تجيبها من مين؟ من قائمة بيج لي اوت من بره في سكيل تو فيت، وتختار هي كم صفحة بالطول الى كم صفحة بالايه بالعرض. ومعظم الامتحان ما بيلخبطش الواحد، هي بتبقى مثلا اوتوماتيك. تمام، ويجي يقول لك ايه اجعلها صفحة الى صفحة، فبتفتح دي وتقول له بيج وتفتح التانية وتقول له بيج. او لو طلب منك اي عدد من الصفحات مفيش اي مشاكل، انت عرفت ازاي تزود الصفحات او تنقص الصفحات. تمام، طيب اخر جزئية عندي في البيج سيت اب هي البرنت تايت، ودي لازم تفهموها معايا كويس جدا. انا دلوقتي هروح اجيب شيت من الشيتات اللي فيها داتا، ده شيت موجود فيه داتا، والداتا دي كنترول بي كده نشوفها كام صفحة. الداتا بتاعتي ما شاء الله 32 صفحة، 32 صفحة. طيب نرجع باك، لو انا الاول قبل ما نرجع باك شوف كده في وضع الطباعة، هتبص تلقى الشيت في تاني صفحة مفيش رأس الصفحة. طب انا عايز عنوان الصفحة اللي هو ده، انا عايز يبقى فيه ال EMD والنيم والريجن والكلام ده كله، عايزه يظهر. تمام، يعني انا عايز الصف رقم 13 ده، تعالوا كده نخلي لونه اصفر ونظبطه كده خطا وطولا وعرضا ونظبط الدنيا فيه عشان يبقى واضح كده. انا عايز العنوان بتاع الصفحة بتاعتي دي الاخضر الحلو ده، عايزه يظهر معايا اما راح اقول له كنترول بي واطبع الورقة بتاعتي. عايز الهيدنج ده، العناوين اللي فوق دي تظهر في كل الشيت، يعني هي مش ظاهرة عندي. طب انا عايز وانا بطبع كل صفحة يبقى موجود فيها الشيت ده، طب اعمل ايه؟ قال لي انت هتروح على قائمة بيجلي اوت، تمام، وتروح تقول له برنت تايتل طباعة الايه العناوين. فهنا بيقول لك بقى، هو انت عايز تطبع اعمدة ولا تطبع صفوف؟ لا انا عايز اطبع صف، صف واحد هو اللي انا عايز اطبعه. فبيجي يقول لك هنا انت بتدخل على شيت اللي هي كانت برضو، خلي بالكوا دي بيج سيت اب فيها بيجز اللي احنا لسه واخدينها، فيها مارجن الهوامش ماشي، وفيها الهيدر اند فوتر اللي احنا خدناها برضو، واخر حاجة عندي هي الشيت. ولكن القصة كلها ان انا لما فتحت برنت تايتل كده راح فاتح لي عليها على طول. طيب فيها حاجة اسمها رو تو ريبيت ات توب، يعني اعادة صف في الاعلى. تمام، عشان اعيد صف في الاعلى هتروح تفتح السهم اللي جنب منها ده، وهو بيجي يحدد لك انت عاوز تطبع انهي صف متكرر في كل صفحة، فبتروح تقفله كده في الايه في الشيت، بتحدد الصف او الاتنين اللي انت عاوزهم. تمام، براحتك، وترجع تفتح السهم الازرق اللي هيظهر لك ده تاني، فبترجع الصفحة طبيعية كده وتيجي تقول له اوكي. يبقى هو عمل ايه كده؟ يبقى هو كده لما هروح اقول له كنترول بي، هتبص تلقى دي صفحة واحد مش هيبان فيها، لكن تعالوا شوفوا صفحة اتنين كده هتلاقوا الايه الهيدنج العنوان بدأ يتكرر في كل الشيت، بحيث ان انت لما تيجي تطبع الشيت هيعمل لك ايه، هيظهر لك الداتا فيه بالشكل ده. فهمت الجزئية دي كده؟ يبقى احنا كده لو طلب مني اعمل اعادة صف في الاعلى، عرفنا ان انا اعيد صف في الاعلى اثناء الطباعة، اثناء الطباعة، فبدخل على البرنت تايتل وباجي اقول له روت ريبيت التوب، يعني قم باعادة صف في الاعلى، وادخل على السهم عشان يرجعني للشيت،
وتحدد انت عايز صف ولا صفين ولا ثلاثة، حدد العدد اللي انت عايزه من الصفوف، هتلاقيه بيتكتب لك من 1 إلى 13، يبقى هو كده هيكرر كل ال13 صف. لا انا مش عايز من 1 ل13، انا عايز بس مجرد الصف رقم 13 بس، او 12 و13 براحتك. حدد له العناوين اللي انت عاوزها وتعالى افتح السهم تاني، تمام، وقول له اوكي، فيبدأ يحدد معاك، تروح على وضع الطباعة هتلاقيها اتنفذت معاك. احنا كده خلصنا البيج سيت اب بالسكيلز تو فيت الاتنين جنب بعض. طيب هناخد حاجة كمان في البيج لي اوت، ونبقى كده احنا خلصنا قائمة بيج لي اوت كلها. شايفين المربعات اللي ظاهرة قدامنا دي؟ دي بيسموها ايه؟ بيسموها الجريد لاين. جريد لاين يعني الخطوط الايه؟ العريضة. شايفين كلمة جي وكي واي بي وسي اللي هي الهيدنج، اللي هي رؤوس الاعمدة او رؤوس الصفوف، اللي هي 1 2 3. انا عاوز اظهر الجريد لاين في وضع العرض اللي هو اثناء ما انا بشتغل، او اخفيها. شايفين اول ما بقول له شيل علامة الصح، الصفحة بتبقى بيضة مش فيها اي خطوط خالص، لكن لو قلت له اظهرها بتظهر في نمط العرض. طب كنترول بي، انا مش شايف اي خطوط ايه؟ عريضة. تعالوا كده لو احنا قلنا له في وضع الطباعة جريد لاين، كنترول بي، هتبص تلقى في خطوط ظهرت مع اني مش عامل ايه؟ البوردر اللي كنا بناخدها من قائمة هوم، البوردر مش عاملينها. فبيجلي اوت هنا عندي حاجة اسمها الخطوط العريضة الجريد لاين، عاوز تظهرها في الفيو او في البرنت، ونفس القصة في الهيدنج اللي هي رؤوس الأعمدة، عاوز تظهرها أو تخفيها من وضع العرض أو من وضع الطباعة. دي حاجة بترجع لك أنت، ولكن بتطلب مني في الامتحان إن أنا أعملها. طيب حاجة ما بتطلبش مني في الامتحان لكن لازم أكون عارفها في الإكسل، الشيت رايت تو ليفت، اتجاه الصفحة من الإنجليزي للعربي أو من اليمين للشمال، تمام. يبقى كده دي حاجة اسمها الشيت أوبشن. احنا كده خلصناها، وخلصنا السكيل تو فيت، وخلصنا البيش سيت اب. يبقى احنا كده خلصنا اساسياتنا في الاكسل، وان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هناخد المعادلات، وناخد الايرور، وناخد قائمه فيو وريفيو، ونبقى احنا كده خلصنا الاكسل خالص خالص خالص. تمام تمام كده. احنا حد عنده اي استفسار النهارده؟